تمام. خليني اقول، لما بيحصل اتفاقيات ما بين الدول او ما بين القوات المسلحه ما بين الجهات المختصه، يعني في الشراء والتعاقد، هل بيبقى المعرض فرصه لده يا فندم؟ بالظبط حضرتك. انا المعرض بالنسبه لي شقين مهمين جدا. نعم. الشق الاولاني هو تسويق منتجاتي، لان انا جميع انا عندي ده جاي 42 دوله، 400 شركه مشتركه، 61 وفد رسمي بيجوا يمروا، فانا بقدر اعمل تسويق للمنتجات بتاعتي. والدول دي والشركات دي تقيله في المجال ده. بالظبط بالظبط. نعم. فانا ممكن اعمل تسويق للحاجات بتاعتي. الشق الثاني والمهم جدا جدا برضو، ان انا جاي لي 400 شركه ب 400 تكنولوجيا حديثه، لان يعني الشركه اللي جايه دي مش عندها جايبة جديد. معدة قديمة، لا دي جايبة أحدث ما عندها عشان تعرضه في المعرض. أيوة. فأنا بقدر إن أنا أقف على أحدث التكنولوجيات العالمية. نعم. فبقدر أخد منهم، بنقدر، لأن برضو مهم جدا حضرتك طبقا لتوجيهات السيد الرئيس إن إحنا نعمق التصنيع المحلي في مصر. صحيح صحيح. فأنا بقدر مع الشركات دهيت، معالي الوزير بيقدر يعمل اتفاقيات وبنبدي بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك، ان احنا بنجيب التكنولوجيات دهيت بنصنعها عندنا في مصر وبنقدر نسوقها للدول المحيطه. طبعا حضرتك عارفه كويس جدا اكتر مني ان مصر بوابه على افريقيا والدول العربيه، فلو انا قدرت اجيب سلاح جديد، أيوة، تكنولوجيا جديده صنعتها عندي في مصر بأيدي مصرية، قدرت أسوقها للدول المحيطة بأسعار تنافسية. تمام. بالنسبة تنافسية بالنسبة للمعروض اللي هيجي بقى من بره، لأن خد بال حضرتك دلوقتي النيلون أو النقل من الصين أو أمريكا أو وظيفة بيتكلف جامد جدا. وإحنا داخلين أصلاً على ظروف تكلفة. إحنا داخلين على ظروف ما حدش عارفها. بالزبط. انا بتكلم على كورونا يعني، كنت لسه اقول لحضرتك ان جائحه كورونا ورتنا ان التاثير الكبير على الاقتصاد للدول، فدي خلتني افكر تفكيرين، ان يتوسع في التسويق للدول المجاوره. ايوه. الفكر الثاني ان ازود في التصنيع بتاعي، لان انا جت في فتره من الفترات اتوقف عني شويه حاجات، حضرتك طبعا عارفه طبعًا. بعد احداث 2011 طبعًا. دول كتير وقفت التصدير لينا. فدي علمتنا دروس لازم نستفيد بيها. هايل هايل. فرصه التسويق لافريقيا يا فندم، يعني اقصد ايه، هل هم ممكن نتيجة ما احنا لسه بنقول احنا داخلين على ظروف ما حدش عارفها، يا رب تكون بالضبط. خير يعني. هل الفكرة هتبقى منتج مصري كواليتي عالي جدا جدا، وبنتكلم في احدث ما وصل اليه العالم بأيادي مصرية، ده مغري بالنسبة لقارة او دول حوالينا؟ طبعا انا عندي برضو زي ما قلت لحضرتك حاجتين بلعب عليهم. الحاجه الاولانيه ان انا اعمل منتج مصري 100%، وده هيجد رواج في دول كتير جدا بتعتمد على انها تاخد سلاح من مصر. النقطه الثانيه، ويمكن ده غير سعادتنا احنا برضو يا باشمهندس، احنا كمصريين نبقى فخورين بان مصر بتصنع اسلحه داخليه بايدي مصريه 100%. بالظبط. ده شيء عظيم لينا برضو. والحاجة التانية ان انا ممكن زي ما بقول لحضرتك اجيب تكنولوجيا وتفر من اي دولة متقدمة تكنولوجيا وصلنا عندي في مصر، اعمل معاهم بروتوكول ونشترك احنا الاثنين في التسويق، لان بعض الدول بتفضل انها تجيب المنتج الاوروبي. طيب ماشي، انا اجيب المنتج الاوروبي ده وصنعه عندي في مصر وهيبقى سعره كويس، والدولة الاوروبية دي هتفرح جدا ان انا هصنع هنا في مصر، لانها عارفه ان عشان تنقل من دولتها لدول جوه افريقيا هتتكلف كتير جدا. ده ممكن تبقى في الحاله دي بعض الدول الاوروبيه تدعم هذه الفكره بالنسبه بالزبط. لافريقيا. بالظبط بالظبط. هايل هايل. ببارك لحضراتكم كلكم كوزاره انتاج حربي، وتحياتي للسيد الوزير، وببارك لينا كلنا كمصريين كل الاخبار الحلوه اللي سمعناها النهارده في العرض اللي حصل الصبح. ودايما ان شاء الله مصر في الامام يا رب.
اللهم امين. اشكرك فندم سياده اللواء مهندس محمد شيرين رئيس قطاع مكتب وزير الانتاج الحربي.